السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طالبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، معكم دكتور مصطفى كامل وهنبدأ مع بعض حلقات المراجعة. هنا عندي برضو هنكمل أسئلة المالتيبل تشويس. رامي isn't here, he to the park. هنقول he has been, b has gone, c had been, d had gone. طبعا ما ننساش احنا في سنة أولى وفي سنة تانية خدنا الفرق ما بين has been و has gone، وقلنا إن has been أو have been ذهب وعاد، و has gone أو have gone ذهب ولم يعد. طيب إيه اللي يدل إذا كان عاد أو لم يعد؟ في عندي جملة بتبقى مؤشر، نبص كده للجملة الأولى، رامي isn't here، يبقى طالما مش موجود هنا يبقى ذهب ولم يعد، يبقى هناخد الإجابة إيه؟ برافو، تبقى has gone. تمام، نشوف السؤال اللي بعده. Don't drink too much coffee or it will keep you space at night. A walk, B walking, C asleep, D awake. طبعا الإجابة keep you awake اللي هي يظل مستيقظ. شوف السؤال اللي بعده. نشوف السؤال اللي بعده. This is the man, space, helped me carry my luggage. A. Who? B. Which? C. Who? D. Whose? ناخد بالنا هنا مع بعض في this is the man، يبقى إذن هنا يعتبر subject، والحاجة التانية إن هو عاقل، يبقى بناخد إيه مع الفعل العاقل؟ تمام، يبقى هو. برافو. السؤال اللي بعده. My car broke down، تعطلت سيارتي، so I had to get a mechanic it. A repair، B repairs، C to repair، D repaired. طبعا ما ننساش لما يكون عندي اللي هو الكوزيتيف اللي هو had to get a، وبعدين بنجيب السبجكت، عندي هنا ناخد معها ايه؟ برافو، يبقى to repair. السؤال اللي بعده. This bag isn't space for me to carry. Can you help me؟ نخلي بالنا هنا من المؤشر في can you help me، يبقى هاخد معاها ان this bag isn't A very light، B too light، C so light، D light enough. يبقى هناخد الإجابة this bag isn't light enough. برافو. السؤال اللي بعده. No sooner space the sun rising than fog disappeared. هناخد A has، B had، C did، D does. يبقى هنا نخلي بالنا قاعدة no sooner. احنا قلنا أول ما نلاقي no sooner بنجيب معاها الناحية التانية then، وبتلعب بنفس الدور بتاع after. الفرق بينهم إيه؟ إن after الباكج بتاع الباست بيرفكت بيجي على بعضه، had والباست بارتيسيبل. لكن عندي no sooner أول ما نشوفها سواء جت في الأول أو جت في النص بنفصل ما بين had وما بين الباست بارتيسيبل. فانا عندي هنا رايزنج جت في ناحيه، اوكي، يبقى هجيب الناحيه الاولانيه ايه؟ تمام، تبقى had، يبقى had the sun rising. يبقى اصبح عندي هنا الفعل في الباست بيرفكت اللي هو جه بعد no sooner had rising، لكن فصل بينهم the sun. اوكي، طبعا في جزء تاني لو جه قال لي the sun في الاول هيبقى شكلها ايه؟ the sun had no sooner rising. يبقى زي ما قلنا بأي شكل من الأشكال بنفصل ما بين no sooner وما بين ال past participle سواء بالsubject أو بنضرب بال no sooner. السؤال اللي بعده. We ran to the station
but it was in space. The train had already left. يبقى عندي هنا A vein, B vein, C pain, D gain. ايه اللي بتيجي بمعنى هباء او دون جدوى في اكسبريشن كده على بعضه خدناه؟ تمام، يبقى in vain. السؤال اللي بعده: although Marwa has a space, she is very good at sports. A disabled, B disability, C ability, D capability. تمام، يبقى has a، اخد معاها disability. انا عندي دايما لما بنلاقي article a او an او the بيجي بعديهم النوم، مش ممكن هيجي وراهم verb. اوكي، يبقى انا عندي هنا a، يبقى اخد معاها disability اللي هي الاعاقة. السؤال اللي بعده: who was your favorite space of children's book when you were younger؟ يبقى هناخد A publish، B author، C reader، D inventor. يبقى your favorite A of children's book. تمام، يبقى author اللي هو المؤلف. السؤال اللي بعده: both English and Japanese space in this school. A taught، B have taught، C are taught، D is taught. طبعا هنا نلاحظ يا شباب ان عندي الجملة تعتبر passive. الانجليش بيدرس فين؟ in this school. يبقى هنا يدرس ولا يدرس؟ تمام، يدرس. يبقى طالما باسيف يبقى لازم يتوفر فيه شرطين: verb to be والباست بارتيسيبل. اوكي، فين هنا verb to be والباست بارتيسيبل؟ انا عندي اتنين، في are taught وفي is taught. يبقى في الحالة دي اعمل ايه؟ ارجع للسبجكت اشوفه اذا كان singular او plural. انا عندي هنا بيقول لي English and Japanese، يبقى في الحالة دي هاخد ايه؟ تمام، برافو عليكم، يبقى اخد معاها are taught. السؤال اللي بعد كده: yesterday we space our roof repaired after the storm. A have had، B have، C have to have، D had to have. طيب الفيصل ايه؟ كل دول بيجوا بمعنى مجبر او مضطر. في الحالة دي لما الاقي اكتر من معنى أو معاني متشابهة برجع لنقطة الزمن. أنا عندي هنا الزمن تنس بتاعي بيقول لي يسترداي، يبقى أنا عايز الفيرب يتوافق معاه في الباست. إيه الفيرب اللي في الباست في الأربعة دول؟ تمام، برافو، يبقى الاختيار اللي هو had to have. ننتقل للسؤال اللي بعده: she has two sons space are taller than she is. A both، B neither، C every، D each. طيب انا برضو هنا متلخبط، انا هبص لنقطة ايه؟ انا عندي الفيرب هنا بلورال، وبعدين انا عندي اتنين اللي هي she has two sons، يبقى two sons هنا وعندي بلورال، يبقى اذا ايه اللي يتوافق معهم؟ تمام، يبقى اخد معاها both. يبقى both بتيجي مع اتنين وفي نفس الوقت الفيرب بتاعها بيجيني plural. ننتقل للسؤال التالي: by the time he reached the bus stop the bus space. A leave، B leaves، C will leave، D had left. احنا قلنا يا شباب لو عندي اكتر من فعل تم في الباست بناخد أقدمهم في الباست بيرفكت. يبقى أنا هنا بيقول لي he reached the bus stop. أوكي، the bus، يبقى ناخد معي الأقدم، يبقى had left. أوكي، يبقى الباص had left في الأول وبعد كده هو reached
the bus stop. ننتقل للسؤال اللي بعده. Susan is very space. She will go along with anything. A. Rigged. B. Hard-headed. C. Flexible. D. Absent-minded. طب ايه الفيصل في الجملة؟ انا بقول هنا الجزء اللي تحتيه خط، خلي بالك منه. بقول لك go along with anything، على طول بتتأقلم مع كل شيء، يبقى دي بنسميها ايه؟ تمام، برافو، يبقى فليكسيبل مارين، اللي النون بتاعها فليكسيبيليتي. اوكي، نشوف السؤال اللي بعده. I space Alexandria 3 times this year. A. Visit. B. Had visited. C. Have been visiting. D. Have visited. يبقى ناخد A. أنا بقول 3 times this year. يبقى الإجابة تمام، برافو، يبقى have visited. لازم ناخد بالنا يا شباب ما بين الـ present perfect والـ past simple. دايما ناخد بالنا يا شباب من زمن الـ past simple والـ present perfect. التشابه بين الحدثين ان هما تموا في الماضي. طيب الاختلاف ايه؟ ان الـ past simple تم في الماضي وملوش اي علاقة بالحاضر. يعني لما اقول مثلا she was born in 2005، يبقى ده past simple في الباسف، خلاص حدث تم في الماضي وانتهى. She watched TV yesterday، يبقى خلاص حدث تم في الماضي وانتهى. لكن لو انا قلت she has watched TV okay for 2 hours او since 3 o'clock، يبقى في الحالة دي معناه ان الحدث تم في الماضي وما زال له تأثير في الوقت الحالي. يبقى نفرق دايما ما بين زي ما قلنا ايه الباست سيمبل والبريزنت بيرفكت. ننتقل للسؤال التالي. The boss trusts me. He usually gives me all hard space. All hard A. Tasks. B. Masks. C. Tests. D. Tarts. يبقى بيديني ايه؟ تمام، يبقى التاسكس اللي بتيجي بمعنى المهام. السؤال اللي بعده. Because of the space of daily life he decided to commit suicide. يبقى A. هناخد treasures. B. pleasures. C. pressures. D. enjoyment. يبقى هيرتكب الجريمة لأن عنده إيه؟ تمام، يبقى ناخد معاها بريجرز. وبكده أبنائي وبناتي نكون وصلنا لحلقة نهاية حلقة اليوم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قريبة. والسلام عليكم ورحمة الله. كان معكم دكتور مصطفى كامل.